يا مساء الفل من كندا البلد الشقيق، بقدم التحية لكل الناس اللي قاعدة من أول المير لسيستر ليزا لكل الحضور. يعني بناء على طلب الدفعة دي أنا بقدم الكلمة دي، وهم فاكرين نفسهم يعني أحسن دفعة مرت عليا، ولا دي أحسن دفعة على حاجة، ولا بحبهم وطلعوا عيني كل السنين اللي فاتت. لا طبعا الكلام ده من ورا قلبي. دي يعني دفعة أي مدرس في الدنيا يتمنى أن هو يدرس دفعة زيها. يلا ألف مبروك، أنا مش عايز أطول عليكم، واستمتعكم بحياتكم العلمية والعملية إن شاء الله في الجامعة، ونشوفكم على خير وكل سنة وانتم طيبين. مع السلامة.